متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية، نبدأها طبعا بخرائط توزيعات الرياح ونشاطها، حيث تتأثر المملكة أو أجزاء من المملكة منذ عدة أيام بنشاط الرياح المثيرة للغبار والمسببة لموجات الغبار، والتي تعرف موسميا برياح البوارح. هذه الرياح التي تؤثر على أجزاء من شمال شرق المملكة كما تشير هذه الخرائط، حيث تهب هذه الرياح في ساعات النهار بالعادة وتسبب موجات غبارية تكون ذات نشاط عالي وتؤدي أيضا أحيانا إلى اضطراب البحر في منطقة الخليج. يتوقع نهار يوم الأحد أن ينتقل مسار هذه أو محور هذه الرياح نحو المناطق الوسطى، كما نلاحظ اليوم السبت كانت في المناطق الشرقية، يوم الأحد يتوقع أن تنتقل نحو المناطق الوسطى، مما سيؤدي إلى نشاط كبير في سرعة الرياح وموجات غبارية فقد تصل إلى العاصمة الرياض وبعض الأجزاء الوسطى من المملكة بمشيئة الله تعالى خلال ساعات نهار يوم الأحد، بل وتمتد بعض من أجزاء هذه الموجات الغبارية نحو المناطق أكثر جنوب غرب الرياض، مثل منطقة وادي الدواسر. غربا أيضا تهب رياح قوية شرقية على بعض مناطق المشاعر المقدسة مسببة درجات حرارة لاهبة وارتفاع كبير في درجات حرارة في تلك المناطق. يوم الاثنين كما نلاحظ اشتداد كبير على سرعة الرياح في مناطق ونواحي الكويت والحدود الكويتية، كما نلاحظ أيضا نشاط كبير في هذه الرياح على منطقة حفر الباطن وسواحل أو مناطق الشرقية المتاخمة للخليج العربي، وتستمر هذه الرياح بالهبوب أيضا نحو العاصمة الرياض مسببة المزيد من الموجات الغبارية الكثيفة ولاحقا إلى بعض مناطق جنوب غرب المملكة. يوم الثلاثاء يتشتد ولكن ينتقل محور هذه الرياح نحو الشرق قليلا، يبدأ بالابتعاد عن العاصمة الرياض ولكن يؤدي إلى نشاط وإثارة الغبار بشكل لافت في المنطقة الشرقية من المملكة. بالعودة أيضا إلى هذه التوقعات الجوية بالنسبة للعاصمة الرياض على وجه التحديد، فكما نلاحظ أن غدا يوم الأحد يتوقع أن تتركز نشاط هذه الرياح في المناطق التي تبدأ من الكويت وحفر الباطن وتتجه إلى العاصمة الرياض. هذا الأمر سيبدأ اعتبارا من ساعات الصباح المتأخرة من يوم الأحد. هذه الوضعية الجوية تتسبب برياح قوية، بعض من هبات هذه الرياح في المناطق المكشوفة تلك المتاخمة للحدود الكويتية تصل إلى حدود 100 كيلومتر بالساعة، موجات غبارية أيضا قد تكون كثيفة في بعض هذه المناطق ورؤية أفقية متدنية أثناء المسير على طرقات المملكة المختلفة. هذه الوضعية الجوية متوقع أن تسيطر على المملكة خلال ساعات نهار يوم الأحد بمشيئة الله تعالى. فيما إذا نظرنا إلى منحنى بياني لتركيز وكثافة الغبار، فنلاحظ أن مثل هكذا موجات غبارية تتراجع في ساعات الليل والصباح الباكر وتعاود الارتفاع في ساعات النهار، فغدا الأحد يتوقع أن ترتفع نسب الغبار إلى مستويات كثيفة في ساعات نهار يوم الأحد، تعاود الانخفاض مع ساعات الليل والصباح ليوم الاثنين، ترتفع مرة أخرى إلى مستويات متوسطة إجمالا يوم الاثنين نهارا، ولكن اعتبارا من يوم الثلاثاء هناك تراجع متوقع بالنسبة للعاصمة الرياض لمستويات وكثافة الغبار. الأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة الرياض، الأجواء تكون تصبح غالبا صافية، بعض الغبار العالق في الأجواء، درجة الحرارة 28 درجة مئوية في ساعات هذه الليلة بمشيئة الله تعالى. الأيام القادمة تشير إلى أن الأجواء غدا الأحد أجواء مغبرة بشكل واضح في العاصمة الرياض، والعظمى 40 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى 28 درجة مئوية مع تراجع نسب الغبار في ساعات الليل. تعود الأجواء المغبرة في ساعات نهار يوم الاثنين إلى العاصمة الرياض، وترتفع درجة الحرارة العظمى إلى 41 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى 30 درجة مئوية. تكون يوم الثلاثاء 43 درجة مئوية في ساعات النهار مع تراجع في نسب الغبار، تبقى بعض الأتربة العالقة وبعض الموجات الغبارية المحلية، وليلا تنخفض درجة حرارة الصغرى 32 درجة مئوية. إجمالا هذه الرياح عندما تهب على مناطق معينة تؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة، ولكن في ذات الوقت تترافق مع موجات غبارية كثيفة مما يجعل الأمر مزعجا أحيانا في ساعات النهار. الآن نستعرض معكم توقعات درجات الحرارة في مدن ومحافظات المملكة المختلفة، سنبدأها من المناطق الشمالية من المملكة. تكون في عرعر 40 إلى 27 درجة مئوية، سكاكا 40 إلى 30، وفي تبوك من 41 إلى 29 درجة مئوية. إذا انتقلنا نحو المناطق الغربية من المملكة، هناك توقعات بارتفاع كبير في درجات الحرارة في بعض المناطق، مثلا المشاعر المقدسة تصل إلى 47 درجة مئوية في ساعات النهار ليوم غدا، والصغرى 34 نتيجة هبوب رياح شرقية لاهبة قادمة من الصحراء في جد
جدة من 37 إلى 35، المدينة المنورة من 43 إلى 31، تراجع لافت في فرص الأمطار في مرتفعات جنوب غرب المملكة، فمثلا الطائف تكون 35 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 26، وأجواء أيضا مغبرة بعض الشيء. جنوب غرب المملكة كما ذكرنا تراجع في فرص الأمطار خلال هذا الأسبوع، غدا الأحد 32 في أبها والصغرى 19، في الباحة 31 إلى 20، وفي جازان من 39 إلى 33 درجة مئوية. انتقالا إلى المنطقة الشرقية، الإحساء أجواء مغبرة ورياح نشطة، والعظمى 43 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 31، في الدمام أيضا رياح نشطة وأجواء مغبرة 40 إلى 33، وفي حفر الباطن 41 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 28 درجة مئوية مع أجواء مغبرة، رياح قوية وهبات قوية للرياح، وأيضا موجات غبارية كثيفة على فترات. ختام هذه الجولة في المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض غدا 40 والصغرى 28 مع أجواء مغبرة ورياح نشطة، الغبار يصل أيضا إلى القصيم وبريدة، العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 27، وفي حائل من 38 في ساعات النهار والصغرى 28 درجة مئوية مع أجواء بعض الشيء نستطيع القول بأنها حارة نسبيا. قبل الختام توصيات هامة بشأن الحالة الجوية السائدة في المملكة، لعل أهمها هو من الانتباه من شدة سرعة الرياح المرافقة لهذه الرياح الموسمية، خاصة في المناطق الحدودية المتاخمة للكويت أو المناطق الشمالية الشرقية أو حتى المناطق المكشوفة والمفتوحة. الأمر الآخر هو الانتباه من ارتفاع نسبة الغبار في الأجواء خلال مدة تأثير هذه الرياح وهذه الوضعية الجوية، خاصة تلك التي تؤثر على مرضى الجهاز التنفسي أو العيون أو حتى مرضى كورونا، وبالتالي ننبه من عدم الخروج إلى الخارج في ظل هذه الأحوال الجوية. والأمر الأخير هو الانتباه أثناء القيادة من تدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية المكشوفة في بعض المناطق الوسطى والشرقية نتيجة الموجات الغبارية الكثيفة. نتمنى لكم جميعا السلامة. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.